ما صرح به مهندس نجيب ساويرس حاليا من أن الحزب قام بفصلي. أنا لم أفصل من المصريين الأحرار، وأنا لازلت متمسكة بالهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، لأن أنا وغيري من شباب المصريين الأحرار نحن من صنعنا المصريين الأحرار وليس نجيب ساويرس. نحن من كنا بالشوارع وتعرضنا للموت وليس نجيب ساويرس. اعتقد انه مش شايفه ان كل حزب يا استاذ لا تعرضته للموت ازاي يا فندم. في حضرتك لو حضرتك ما يعني مش عارف حضرتك بتتكلم مع اقدم اثنين، يعني انا واحده من اقدم اثنين نواب تمام عضوية في المصريين الأحرار. أيام حكم الجماعة الإرهابية نحن من كنا بالشوارع ونحن من تعرضنا للموت، ونحن أنا كنت موجودة في الشارع قبل ما أي